لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تقاسمنا معكم من قبل طريقة الحصول على مجموعة من الشواهد، من بينها مسخ كيف تصمم مدرسا إلكترونيا في 24 ساعة، وشهادة مسخ كيف تصبح معلما عن بعد في 24 ساعة. أيضا من قبل تقاسمنا معكم شهادة Hour of Code Minecraft، يعني مجموعة من الشواهد. اليوم إن شاء الله سوف نتقاسم معكم شهادة مهمة جدا ومعترف بها ومن مايكروسوفت، وهي شهادة بريز اون ما دو تيمز ايدوكاسيون، فهي شهادة من مايكروسوفت سونتر بور لي زونسينيون. إذا طريقة الحصول على هذه الشهادة سوف نتعرف عليها الآن. سوف نكتب مايكروسوفت إيديوكاسيون، مايكروسوفت إيديوكاسيون كما تلاحظون، إيديوكاسيون مايكروسوفت، نفس معلومات مسار هي التي نلج بها إلى هذا الموقع، يعني نضغط هنا كونيكسيون. كما قلنا أنه ندخل لهذا الموقع بنفس معلومات مسار، يعني الاسم والنسب @تعليم.ma. ثم نأتي إلى هنا explore les cours parcourir les cours، ثم نجد Microsoft Teams هنا، أو يمكن أن نجدها في الأسفل أو وسط الصفحة. أنا عندي هنا في الأعلى، إذا سوف أضغط عليها. أنا سبق لي أن اجتزت هذا التكوين، لكن سوف أعيده معكم. لاحظوا جيدا أنه يتكون من 8 أجزاء، كل جزء يتضمن مجموعة من المعلومات. هنا في الأول فيديو، ثم هذا الفيديو لا يشتغل، ثم عندنا بريزونطاسيون دو انترفاس، يعني واحد الوصف للانترفاس ديال مايكروسوفت تيمز. ثالثا كونفرساسيون دو مايكروسوفت تيمز، يعني مجموعة من المعلومات. ثم كري اون ايكيب دون تيمز، كيف يتم انشاء فريق. خامسا جيري لي مومبغ دون ايكيب، مجموعة من المعلومات ايضا. كونفيغوري اون ايكيب دون تيمز، طريقة كيف يتم ذلك. لي كانون او سان دون ايكيب، وأخيرا des anglais dans les canons، يعني فهو بسيط جدا. ثم من بعد أضغط على questionnaire، فهو يتضمن 8 أسئلة. عندما أجيب على أي سؤال أضغط هنا envoyer la réponse، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. سوف أذهب إلى هنا afficher mon profile، وسوف أجد الشواهد حصل عليها هنا عندما أضغط على Affiche mon profile. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد، أو وضع أسئلة أو تعليقات على هذا الفيديو، وشكرا جزيلا لكم.